بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الجمعة الموافق 4/4، والساعة الآن 9 صباحا بتوقيت سياتل، أو 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وأنا في طريق الآن للذهاب إلى إحدى السجون، سموها ولا ولا، هؤلاء المحكوم عليهم أحكام كبيرة جدا، بعضهم مؤبد وبعضهم حتى قد يصل إلى الإعدام، وإن كانوا الإعدام غير معمول به في ولاية واشنطن. على كل حال، هؤلاء اعتنقوا الإسلام، الله سبحانه وتعالى هداهم وبعثوا لي عدة رسائل، والآن بدي أخاطبهم اليوم وألقي فيهم خطبة الجمعة، وقد يكون مجموعهم ما يزيد عن 50، يأتوا على أساس مجموعتين. فإن شاء الله الخطبة طبعا ارتجالية، واليوم سأتكلم عن موضوع اللي هو الغفران، وأذكرهم بالآية الكريمة: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأبين لهم أنه بالإسلام يعني يجب ما قبله، يعني خلاص مجرد ما اعتنقوا الإسلام كل شيء انتهى، كل شيء غفر له من ذلك الوقت في بما قبله، والآن يبدأ يسجل أعماله بالحسنة أو بالسيئة إلى آخره. يعني بدي أشجعهم، وعلى الأقل كلهم أنه أنتوا عندكم يعني أشياء هنا في السجن، أشياء قد لا تجدوها في العالم الإسلامي على الإطلاق. مثال على ذلك، يعني بكتبوا رسائل رغم إنها مراقبتها من قبل الجماعة المسؤولين على السجن، عندهم أكل نظيف صحي، إذا مرض الواحد منهم يجيبوا له دكتور، بعضهم يبقى في داخل المكان 23 ساعة من 24 ساعة بس فقط، بيطلع بوكل ويرجع يعني. وحتى إذا بده واحد يعني يشتري راديو ممكن يسمحوا له، وممكن يروحوا على المكتبة يشوفوا كمبيوتر، يتعلموا صنعة رغم إنه ما بيسمحوا له استعمال الإنترنت إلى آخره. يعني في فوائد كثيرة، وهنا الدستور يعني بيحافظ على حقوقهم، وهذا مع الأسف لا يوجد هذا الشيء في كثير من البلدان العربية أو الإسلامية. على كل حال، أريد أن أعرج بسرعة على ما يحصل في العالم العربي. أول شيء بالعراق، أنا ذكرت من ناحية المالكي إنه إنسان هذا ديكتاتوري طائفي، وبرسالتي التي أرسلتها إلى البيت الأبيض أيام بوش بتاريخ 11/1/2007 تبين ذلك، وامتدحت في ذلك الرسالة مقتضى الصدر. وفعلا أنا أبعث له تحية هنا من أمريكا، أنا أعرف أنه إنسان رجل مخلص وعربي أصيل ومن عائلة مرموقة ومعروفة جدا. طبعا هو كان كثير حاقد على صدام حسين، لأنه يقال أنه أبوه رحمة الله عليه مات بسبب أوامر من صدام حسين أو من جماعة صدام حسين. وعلى ذكر صدام حسين، أنا أذكر أنه رغم صدام حسين أنه كان ديكتاتوري وظالم، هذا لا شك، هذا أنا مطلع عليه تماما هناك، ولكن كان في عنده نوع من الحمية، وكان عنده من نوع من
الانتساب يعني العربي اللي بيحاول يكون يعني عنده نوع من الشرف والآخر. وكثير من الإعلام لا يذكر أنه آخر كلمة قال صدام حسين قبل ما صعد على المشنقة قال عاشت فلسطين. وأنا ذكر لي وزير الإعلام حامد حمادي عندما اجتمعت فيه في بغداد 1995 أنه الملك الراحل حسين أرسل من قبل الإدارة الأمريكية أنه إذا صدام حسين عمل علاقات دبلوماسية أو بما يشبه الدبلوماسية مع إسرائيل سيتركوه في حاله. وهذا أنا ذكرته وحاولت أعرف هاي المعلومات عن طريق المعلومات من عن طريق وزارة العدل الأمريكية وما أعطوني هاي المعلومات. كنت بدي أعرف عنها هاي المعلومات لأنه كأمريكي أنا من حقي أعرف هاي الأمور ولم أستطع الحصول عليها لأنه بسموها classified يعني أمور سرية جدا. والحقيقة مع الأسف الشديد أنا أقوله أنه دائما إحنا بنلقي اللام على الآخرين أنه شوف شو تعمل أمريكا شو بتسوي، لماذا لا نسأل أنفسنا؟ كثير من زعماء العرب ومن ملوك العرب وإلى آخره جماعة يعملوا من أجل الغرب ولا يهمهم شعبهم على الإطلاق، يهم حكمهم فقط. وأذكر بهاي المناسبة ما يحصل الآن في مصر، هذا الانقلاب الدموي المجرم القاتل هذا اللي في مصر، هذا ليس لأنه قضية إخوان ما إخوان، أنا ما بيهمني، إلا قضية هي انتخاب الشعب راح بحرية وانتخب الإخوان المسلمين وانتخب مرسي وانتخب إلى آخره. وأنا أحيي من هنا الرئيس مرسي على أساس أنه رفض يعترف بالمحكمة هاي اللي بسموها المحكمة الدستورية أو المحكمة إلى آخره، أنا بحييه وأنا بحض الشعب المصري أنه يواصل احتجاجاته السلمية ضد هذا الانقلاب، لأنه مش قضية يعني قضية انقلاب ما انقلاب، القضية أنه العسكر هؤلاء العساكر اللي مفروض يكونوا على الحدود فقط يحموا عن الدولة إلى آخره بدأوا كأنهم رجال أعمال يجمعوا ملايين الدولارات وإلى آخره، فلا بد من عمل شيء. بعدين أنا أحض الشعب العربي من موقعي هنا في أمريكا أنه يخرجوا بمظاهرات مثل ما عملنا إحنا مظاهرات عام العدوان الثلاثي على مصر 1956. كان هذا العدوان مكون من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، وهذا العدوان الآن مكون من إسرائيل ومن دولة الإمارات ومن السعودية، وهذا شيء يندى له الجبين. كيف يكون هذا الشيء؟ كيف يعمل هذا الشيء؟ كيف ينضموا في خندق واحد؟ طبعا هم بيقولوا لا، طبعا أكيد يعني، بس المصالح تلتقي. صحيح أنهم ما قالوا لإسرائيل خلينا هذا نعمل كذا ونساند النظام هذا النظام الدكتاتوري العسكري، لا، لكن المصالح هنا تلتقي. ونفس الشيء تلتقي المصالح مع الأسف مع العلمانيين، لأنه أنا بأيد العلمانيين يكونوا يعني نوع من المنظمة يعني من الكواليشن يعني من الاتفاقات يعني مع الآخرين المعارضين، هم كونوا حكومة مدنية، وأنا من الجماعة اللي بشجعوا الحكومة المدنية، لأنه في الإسلام لا يوجد حكومة دينية كهنوتية، ما في. الإسلام هو دين الحياة، الإسلام هو دين المعاملة، الإسلام هي معاملات، الإسلام هو اقتصاد، هو سياسي، هو كل شيء. الإسلام هو حياة، حياة كلها. مش معنى إنه إذا جاءوا إسلاميين على الحكم بدهم كل شيء يطبقوا الشريعة الإسلامية بما معنى قطع اليد ورجم الزاني وإلى آخره، هذا كلام يحتاج إلى أول شيء أنها تكون الدولة فعلا تكون إسلامية والناس يكونوا مثلا شبعانين. وأهم شيء إحنا بالنسبة لي أنا هي الفريدم، الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، هذه الحرية مهمة جدا، وهذا الإسلام يكفل هذه الحرية. ولذلك أنا أحض المصريين هم يستمروا، لأنه السيسي حتى لو رشحوا الآن
مجموعة آخرين ضده مشان يبينوا إنه عبارة عن هناك في حرية وفي مثلا انتخابات حرة. هذا كله كلام فاضي. يجب أن تكون دعم الشرعية اللي ألغاه هذا السيسي، هذا الإنسان الاعتبر هو المجرم الخائن، هذا الذي نكث بالوعد، ما ممكن هذا يثق فيه. لأن القضية ما هو قضية كمان السيسي لوحده، قضية المؤسسة العسكرية داخلين بالسياسي، ويجب أن يبتعدوا عن السياسي. وأنا كمان بقول للسعودية مع الأسف الشديد، السعودية ساندت الإسلاميين ومنهم الإخوان المسلمين بالستينات أيام ما كان المرحوم فيصل الملك فيصل، وأنا قابلت الملك فيصل ورحت على المركز الإسلامي في جنيف في سويسرلاند، والسعودية ساعدت في افتتاحه في ذلك الوقت وإلى آخره. شو انقلبوا عليكم؟ إيش السبب انقلبتوا يا سعوديين الآن بكنكم كأنكم بتهاجموا، كأنكم ضد نصف الشعب المصري، الشعب مسلم، شعب إلى آخره، وهو يطالب بأن تكون هناك انتخابات حرة وانتخابات مين ما جاءوا، الإسلاميين وغير الإسلاميين. والأشخاص اللي بيقوموا الآن بهاي المظاهرات هو من الأشخاص الشجعان، من طلاب الجامعات والكليات وإلى آخره. هذا شيء لطيف، ولكن أرجو من الدول العربية، من الطلاب الجامعات والكليات إلى آخره في كل مكان في العالم العربي من المحيط الخليج، أن يهبوا هبة واحدة ويعملوا مظاهرات، يطالبوا بالشرعية، يطالبوا بصناديق الاقتراع، مهما مين ما كان يجي لا يهم على الإطلاق، سواء الإخوان ولا غير الإخوان. وهاي الإخوان عبارة عن شماعة عملوها من شان إيش؟ من شان يلغوا الحكم، الحكم الدستوت الدستوري، الحكم الانتخابي بحكم ديكتاتوري. وأنا أقول إلى السعوديين، أنا أستغرب مين اللي بيقوموا بهاي القرارات كلها؟ هل هم الملك عبد الله نفسه؟ وبصراحة أنا يعني إذا قام بهاي القرار أنا بشك في هاي الأمور العقلانية، كيف يعني بيعمل هذا الشيء وبيحاول يأيد حكومة ديكتاتورية عبارة عن ميليتري كوب زي ما يسمى، أم هي قضية المخابرات يعني مع الأسف. وطبعا المخابرات العربية أنا لا أثق فيها على الإطلاق، سواء كانت مخابرات سعودية أو أردنية أو سورية أو إلى آخره. وأنا لا أزال بقول إنه الطريقة الوحيدة في رفع الظلم عن الناس إنه إيش؟ تعطيهم حرية التعبير، حرية الانتخاب. ولذلك يعني بدون الحرية ما بتصير هناك نهضة اقتصادية ولا بصير نهضة تعليمية. تصوروا في البلاد العربية في عشرات الألوف من العلماء والمثقفين والنوابغ، من هذول كلهم بيجوا بدرسوا بالغرب، بيبقوا بالغرب، بيبقوا بأمريكا، يبقوا في كندا إلى آخره، ويبقوا في بريطانيا، ما بيرجعوش. ليش؟ لأنه ما فيش هذا مجال للحرية والتعبير والكلام. ولو السعودية لو كان عندها بالمليارات الدولارات اللي معاها، لو كانت عندها نوع من الديمقراطية والحرية هناك، كان ممكن إنها تعمل ما يسمى زي السيليكون فالي هنا في كاليفورنيا. أنا اقترحت عليهم ممكن كي يعملوا من 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 أعظم الأعمال التكنولوجية وإلى آخره، ممكن يستقطبوا من هؤلاء العلماء من العالم العربي والإسلامي، يحطوا لهم في عبارة في جد مثلا كلية تختص بهاي العلوم مثل المايكروسوفت والأشياء هاي، مش إنه مجرد إحنا والله عنا مش عارف عنا ملايين الآيفون وكذا من نوع، يعني كله عبارة عن استيراد من الخارج. بدنا نصنع شيء لأول مرة يا جماعة، اصنعوا شيء. على كل حال أنا بدي أنهي الموضوع لأنه الآن يجب أن أخرج من هذا المكان بعيد، هذا السجن عني حوالي 3 ساعات.
وبعد ما أخلص من السجن الآن وألقي الخطبة بما أني أنا مرشح إلى الكونغرس في هذه المنطقة كلها، بدي أعمل نوع من أشياء ادعائية، أمر على بعض الأماكن الإسلامية وأحطهم على التصويت في الانتخابات وإلى آخره، لأنه هنا في أمريكا زي ما بيقول المثل، في عندنا مثلا بيقول the wheel that squeeze gets the grease. هذول أيام ما كانوا روحوا بالعربيات من أيام زمان، كانوا مشان يكتشفوا أمريكا، إذا بيكونوا في العرباية بس تبدأ الزو يعني العرباية تزقزق هذا بتاعها، يعني بيعرفوا إنها بدها جريس، يعني بدها زيت زيتها، يعني بمعنى إنه أنت في هاي البلاد إذا ما بترفع صوتك، إذا ما بتعمل، إذا ما بتتبرع، إذا ما بتنتخب، ما إنسان بيسمع فيك على الإطلاق ولا بيهمك على الإطلاق. يعني إنه كل إحنا أنا مع الأسف مرات اللي بحصل بين العرب والمسلمين إنه بتحدهم مع بعض، بيعملوا مؤتمرات بتكلموا بين بعض، يا جماعة اطلعوا برا، اطلعوا تبرعوا، انتخبوا، رشحوا حالكم إلى آخره. وأنا حتى لو إنه ما نجحت بالانتخابات، أنا بدي أسس على الحراك الأمريكي الوسطي American Citizens Movement، بدي أوضع رجلي يعني إلى آخره، على أساس إنه هذا ما هو للمسلم العرب إلى الأمريكان كله، ولازم دائما نهتم بالنواحي المحلية. ما بهمنا دائما نتكلم عن الفورين بوليسي، عن قضية فلسطين وقضية وإلى آخره، طبعا هاي أشياء مهمة جدا، لكن لازم ننظر في أمور الناس الداخلية، أمورهم هنا اللي بتتعلق بالصحة، بتتعلق بالجرائم، بتتعلق بالشباب، بتتعلق بالمخدرات، بتتعلق بالأشياء هاي، لازم إيش نركز عليها، هاي أمور محلية بتهمهم. ولذلك من دي أبدأ بعد ما أطلع من الخطبة، بيكون معاي حوالي ساعتين ثلاث، بس أمر على بعض المناطق يعني سواء إسلامية أو غير إسلامية، بحاول أبين أنه أنا مرشح للكونغرس. على كل حال والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.